حياتي. قال صلى الله عليه وسلم: الكيس هو زاد يعني الفضل، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ده الإنسان الفضل الزكي اللبيب، من دان نفسه يعني حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى الله الأمان. العاجز ماذا هو؟ الذي بيتبع هوى نفسه المعاصي والذنوب إلى آخره، وبيتمنى على الله الأمان من خلال ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم وغفور للذنوب، ولما تجي الآخرة يحبها نفعا. ده اسم الإنسان عاجز. إنما الإنسان الزكي والفطن عمل لما بعد الموت، وفي نفس الوقت لا ينسى حياته الدنيا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولذلك كان من دعاء الرسول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، اصلح لي دنياي التي فيها معاشي، اصلح لي اخرتي التي فيها معادي، اجعل الحياه زياده لي في كل خير، اجعل الموت راحه لي من كل شر. شوف الدعاء، مصد الدعاء مش مجرد كلمات بتنطق باللسان، وانما هو تعبير عن امنيات الانسان واهداف الانسان. فدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في توازن: اصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي اليها معاد. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. من كانت الدنيا همه، يعني دائما تفكيره في الدنيا، هم الدنيا فقط، من لا يفكر الا في الدنيا ومتاعها دائما يشعر بالفقر، حتى ولو كان عنده عمل وعنده بيت وعنده مشاريع وعنده شركات وعنده سيارة وهكذا.